للمزيد معي عبر خدمة سكايب من ريف دمشق مراسل شبكة سوريا مباشر خبيب عمار. خبيب أهلا بك. بداية بعد السيطرة على النبك، المعلومات تفيد بأن هناك قصف عنيف تتعرض له يبرود، مما توفر من معلومات، ما هو الوضع الآن؟ نعم أهلا بك سيدي. بداية يعني حتى لو سيطر جيش النظام على مدينة النبك والدرعطية ومدينة قارة، هو فعليا لم يحقق هدف الحملة التي بدأها بقارة وانتهت في مدينة النبك بالسيطرة على هذه المدينة. هو يريد بشكل أو بآخر سيدي تأمين الاستيراد الدولي، ولكن هذا الاستيراد هو مقطوع اليوم 22 على التوالي، هذه المرة من جهة ريما. هذه ريما هي منطقة تابعة إداريا لمنطقة يبرود، ولكن القصف المعتاد على منطقة يبرود ومنطقة ريما هو قصف اعتيادي، والحشود العسكرية هي لا وجود لها، هي حشود أيضا اعتيادية على هذه المنطقة. لا يعني النشطون هنا لا يدرون أو القادة العسكريون لا يدرون ما الفكرة من وراء هذا العمل. هم توقعوا أكثر من ذلك، توقعوا حشود عسكرية من الميليشيات الشيعية من لواء الفقار أبي فضل العباس وأيضا حزب الله لاقتحام مدينة يبرود، وأتوقع أيضا ازدياد وتيرة القصف، ولكن هذا الأمر لم يتم فعليا. هنالك القصف نعم، ولكن هذا اعتيادي أو طبيعي أو روتيني مثل الأيام التي سبقت، وأيضا الحشود العسكرية التي تحيط بمدينة يبرود هي حتى الآن هي عادية. ولكن أكرر الأسرة لا زال مقطوعا من جهة ريما، هذه المنطقة منطقة ريما متابعة إداريا لمنطقة يبرود الواقعة في ريف دمشق الشمالي أو ما يعرف بمنطقة القلمون. أود أن أسألك أيضا عن موضوع الراهبات ممن نقلوا من دير معلولة إلى يبرود، أي أنباء عن أوضاعهن؟ سيدي الكريم يعني يعني هذا بات يعني واضحا وجليا، الراهبات تم عرضهن في مقطع فيديو وبصحة جيدة ومكان آمن مكان مناسب، ولكن أنت لاحظت في مدينة النبك أكثر من 270 قتيلا فقط من النساء والأطفال والشيوخ العجز قضوا على أيدي الميليشيات الشيعية من لواء ذي الفقار حسب الأعداد الأخيرة للناشطين في مدينة النبك. وأيضا مدينة معلولة ربما يتكرر الأمر، ولكن الجيش الحر ومسك في زمام المبادرة أو زمام الأمور، كما قال لي أحد القادة الميدانيين هم يخافون من إطلاق سراح الراهبات، ومن ثم يأتي النظام أو الميليشيات الشيعية ويقتلهن أو يأسرهن أو يخطفهن، ومن ثم تضع اللائمة على عناصر الجيش الحر في منطقة القلمون. هذا التخوف الأكبر هو حفاظ على يعني على أرواح الراهبات. كما قال هذا القادر أشكرك من ريف دمشق مراسل شبكة سوريا مباشر خبيب عمار، شكرا جزيلا لك. هذا وينتظر سكان سوريا